This call is now being recorded. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، نأخذ الجزء الثاني من المحاضرة. الجزء الثاني هو الـ Empirical Equation، يعني المعادلات الوضعية. إحنا اليوم تحدثنا عن الحصيلة أو حجم السحب السنوي، وقلنا أول طريقة لحساب الحصيلة هي إيجاد معادلة الارتباط بين السيح والمطر، وتعلمنا شلون نطلع هذه المعادلة بالجزء الأول من المحاضرة. بهذا الجزء من المحاضرة راح ناخذ طريقة أخرى لحساب الحصيلة، لحساب الآر السيح السنوي. الطريقة الثانية هي المعادلات التجريبية. أول معادلة تجريبية هي معادلة خوسلاس، خوسلاس فورمولا. العالم خوسلاس في عام 1960 خلانا فد معادلة تجريبية تربط بين السيح والمطر. المعادلة قدامكم تشوفوها، إنه الـRM يعني هو السيح السطحي الشهري، يساوينا البي ام ناقصا الال ام. البي ام هو المطر الشهري والوحدة مالته بالسنتيم، والال ام هي الضائعات الشهرية والوحدة مالتها ايضا بالسنتيم. شلون نحل ونطلع حجم السيح السنوي بطريقة خوسلاس أو المعادلة التجريبية لخوسلاس؟ هذه الطريقة تعتمد على درجة الحرارة. إذا كانت درجة الحرارة المعطينا إياها بالسؤال أكبر من 4.5، فالضائعات الـ LM يعني هي اللوسز، الضائعات الـ L جاية من لوسز، أطلعها من هذه المعادلة. أما إذا كانت درجة الحرارة أقل من 4.5، فاللوسز أطلعها من هذا التيبل. فالمفروض من يعني تحلون بخوسلاس لازم عندكم أما معادلة أو تيبل، أما معادلة أو تيبل حتى تطلعون الضائعات. زين، ناخذ مثال على هذا الشيء حتى يصير واضح. مطينا الإيجابية معينة، درجة الحرارة لمدة سنة، درجات الحرارة لمدة سنة، وكذلك مطينا الأمطار بكل شهر من الأشهر. يريد من عندنا estimate the annual runoff and annual runoff coefficient by Khoslas formula. يريد من عندنا أن نحسب السيح السنوي ومعامل السيح السنوي بواسطة معادلة خوسلاس. نجي هذا التيبل، هو مطينا يا مطينا الأشهر جانواري فبراير مارس أبريل إلى آخر شهر اللي هو ديسمبر اللي هو كانون الأول. بكل شهر مطينا درجات الحرارة بالصف الثاني، إنه درجة الحرارة بكل شهر من الأشهر. بالصف الثالث مطينا الأمطار في كل شهر من الأشهر. فيريد من عندي الآر ويريد من عندي معامل السيح السطحي، يعني يريد من عندي حجم السيح السطحي السنوي ومعامل السيح السطحي السنوي. أول شيء رأساً هو مطينا بالسؤال خوسلاس، مدام خوسلاس فأني أباوع درجات الحرارة، أباوع درجات الحرارة كلها أعلى من 4.5، من شهر جانواري اللي هو 12 إلى شهر ديسمبر، يعني درجة الحرارة أقصد بها 12 إلى شهر ديسمبر اللي هي درجة الحرارة بها 14، أباوع درجة الحرارة كلها أعلى من 4.5، معناتها أستخدم المعادلة لحساب اللوسز. يا معادلة، هاي المعادلة اللي قدامكم اللي أعلى،
ال ال ام تساوي لنا 0.48 في التي ام، ال ال ام 0.48 في التي ام. فكل السهله شكو عندي درجه حراره اضربها ب 0.48 تطلع لي الضائعات. اجي اسوي شهر شهر، هذه الضائعات شلون اطلعها، هاي درجه الحراره اضربها بوينت 4.8، ايش يطلع لي طلاب؟ اريدكم تنتبهون، من تاخذون ال 12 تضربوها بوينت 4.8 تطلع لكم 5 عدد صحيح و 76%. هو هنا مخلي لكم اياها 4. بعد من تاخذون هاي ال 16 وتضربوها بوينت 4.8 تطلع 67%، هو مخليها 4. من تاخذون هاي ال 21 وتضربوها بوينت 4.8 تطلع 10.8، هو مخليها 2. وهكذا. ليش طلاب؟ ليش؟ تلاحظون لو تباعون ذن القيم نفسهن جايبهن قيم الأمطار اللي فوق، نفسهن جايب قيم الأمطار اللي فوق، ليش نزلهن نفسهن؟ حتى طلاب من يطبق هاي المعادلة اللي يريد يطلع بيها حجم السيح السطحي هو المطر ناقصا المفقودات، المطر ناقصا المفقودات. فمن يجي ينقص المطر ناقص المفقودات اللي طلعتها قبل شوية يطلع عده بالسالب. أنا قبل كنت أقول للطلاب نائقهم ما يخالف خلوها هنا يعني تطلع عندكم عالية، ومن الطرحون تطلع بالسالب خلوها صفر، وهنا صفر، ما لا تخلون قيمة سالب خلوها صفر. بس هو بالكتاب بالطبعة الإنجليزية متدارك الوضع، رأسا من يحس إنه راح يصير الناتج صفر يخليه لقدام نفسه، يعني من يريد يطرح المطر ناقصا المفقودات ما يريد تطلع بالسالب، رأسا يخليها قيمة المطر حتى تطلع صفر. انتوا بالنسبة لكم إذا طلعت لكم هنا قيم عالية أعلى من المطر بحيث من الطرحون يطلع بالسالب، إذا طلع لكم بالسالب رأسا خلوا صفر. يعني مو مشكلة إذا خليتوا لي ذنيت القيم اللي هي تساوي 4 في بوينت 4.8 اللي قلت لكم عليها قبل شوية تساوي 75 و 67، مو مشكلة. بس أهم شيء أريدكم هنا تخلوا لي صفر. ليش؟ هسه راح أجاوبكم ليش بعد ما أكمل أحكي على السيح أجاوبكم ليش خليناها صفر. زين هنا طلاب ذني ال 17.1 و 15.1 و 2.6 ذني أيضا درجة الحرارة هاي ضاربها 0.48، هاي درجة الحرارة ضاربها 0.48، درجة الحرارة ضاربها 0.48، يعني جاي أطبق معادلات خوسلاس حتى أطلع المفقودات أخذ درجة الحرارة وأضربها بوينت 4.8. نجي لهنا طلاب نفس الحالة، شايف أنه من أضرب بوينت 4.8 راح يطلع لي قيم أكبر من ذني، فمن أطرح يطلع لي بالسالب، فما يريد هنا قيم بالسالب، قيم بالسالب يريدهن صفر. فحتى يعني أنتوا من الطرحون ويطلع لكم قيم بالسالب خلوها هنا صفر. ليش أجاوبكم؟ قلت لكم قبل شوية بعد شوية أجاوبكم. حتى طلاب إحنا كلها جاي نسوي على مشنو؟ نطلع حجم السيح السطحي، مو موضوعنا نطلع الحصيلة. الحصيلة شنو هي؟ حجم السيح السطحي. حجم السيح السطحي شنو؟ هو الآر الرنوف السيح. فهو راح حتى يطلع حجم السيح السطحي راح يجمع ذني الصفارة ويا ذن الموجبات ويطلع لنا حجم السيح السطحي 34.8 سنتيم. لو تشتوا هنا مخلين قيم بالسالب راح تأثر لكم على هذه القيم، يطلع الار
يعني مو صحيح، السالب ياكل الموجب، فتطلع لكم هنا مو صحيح. فهنا لازم من تطرحون ويطلع عندكم بالسالب تخلون السيح السطحي صفر، حتى بالنتيجة تجمعون ذني ويطلع لكم السيح السطحي قيمته صحيحة تساوي لنا 34.8 سنتيم. واضح طلاب؟ نعم دكتورة دكتورة واضح. أحسنت. دكتورة نعيني زينب. دكتورة أنا السالب تهمت إنه الـ RM إذا طلعت لي قيمة بالسالب أخليها صفر، أي نعم أي نعم وبالنسبة للـ LM إذا كانت الـ RM قيمتها سالبة وأنا عوضتها صفر راح أنزل هي نفسها قيمة الـ PM، يعني مثلا إذا كانت صفر راح أنزل 4 والـ 4 مع الـ LM هي نفسها قيمة الـ PM، صحيح هيك دكتورة؟ اي نعم اي نعم يعني انت ال ار ام اذا طلعت لك بالسالب لازم تخلين صفر، هاي صحيحه. والثانيه اذا هي بالسالب، اذا هي بالسالب قيمه ال ام نفسها تخليها قيمه البي. قيمة البي ام. نعم صحيح صحيح. نعم عندكم سؤال بعد؟ ماكو. المطلوب الثاني طلاب، طالب من عندي يريد معامل السيح السطحي. معامل السيح السطحي جدا بسيط، انه انت تقسم السيح على المطر. السيح انت مطلعه من الخطوة السابقة، المطر منين تجيبه طلاب؟ تجمعون هذا، تجمعون ذني. ذني من تجمعوه تطلع لكم 106 وليس 116، 106 ويطلع لكم الناتج 0.328. 0.328 طلاب خاف تجمعون، يطلع لكم 106، فصحيح هنا اكو خطأ بالطباعة، 106 والناتج يطلع 0.328. انتهى عندنا سؤال حساب الحصيلة بطريقة خوسلاس. عندكم سؤال؟ اذا ما عندكم سؤال نروح نبدي بمنحني الجريان الاستدامة. شو تقولون طلاب، ننهي التسجيل لو نكمل بيها مجال الصور، نحكي عن منحني الجريان الاستدامة. ماكو سؤال؟ الأفضل ننهي التسجيل حتى لا يكون طويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.